مشاهدينا، وللوقوف أكثر على قرار الحكومة في بغداد انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية في وقت يصنف فيه العراق من قبل أو من أكثر الدول فسادا على المستوى الحكومي، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. مساء الخير دكتور. مساء الخير دكتور صباح. يعني اليوم حكومة السوداني تعلن عن قرب انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، هل العراق فعلا مؤهل للدخول إلى هذه المنظمة والانضمام إليها وهي تفرض شروط قاسية منها محاربة الفساد منها الشفافية؟ تحية لكم ولقناتكم الرائدة في متابعة الشأن العراقي. حقيقة العراق يعيش جملة من الأزمات وبنفس الوقت الاستثناءات أيضا يعيشها العراق التي لم تتضح بشكل واضح يؤهله إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. الجانب الجوهري والأساسي في العراق، هناك خطران أساسيان. بما أن العراق أصبح بلدا ريعيا بنسبة تراوح 96% بالاعتماد على الإيرادات النفطية، نلاحظ هذا الجانب يشكل لنا قلق وعدم استقرار لوجود عوامل أساسية للدخول في أو الانتماء إلى منظمة التجارة الدولية، حيث كلنا ندرك أن السياسة التسعيرية للنفط في العالم تعتمد على الجيوسياسي والتحكم بقرارات الانخفاض والارتفاع. لأسعار النفط حقيقة ليس بأيدي المنتجين النفطيين خصوصا في الشرق الأوسط ومنه العراق. لذلك نلاحظ أن العراق أقدم على وضع مالي غير واضح في التوسع من خلال إقراره لموازنة 3 سنوات اللي أعطت تتضح بها مخاطر كثيرة مستقبلية، وكلنا ندرك ما يحصل في الشرق الأوسط حاليا والحرب على غزة وكذلك أيضا الحرب الروسية الأوكرانية والاضطراب العالمي في انخفاض النمو العالمي كاقتصاد نلاحظ، والعجز المالي الذي قدر بأكثر من 50 مليار دولار في هذه الموازنات الثلاث نلاحظ، هذه كلها علامات لا تعطي الإمكانية للعراق أن يتمكن من الانتماء إلى منظمة التجارة العالمية. بنفس الوقت أن ما يعيشه العراق من جوانب حياتية اقتصادية وسياسية وأمنية أيضا، لذلك من الصعب جدا أن يستوفي الشروط الأساسية لهذه المنظمة العالمية المتمثلة بالدرجة الأولى محاربة الفساد. ونلاحظ أن الفساد يزداد ويتعمق ويتجذر، أو بالأحرى يصبح شبه مشرعاً في الحياة الاقتصادية والمالية والسياسية في كل مفاصل الدولة، وهذا يتناقض بشكل كبير جداً في الشرط الأول لمنظمة التجارة الدولية. اثنياً الوضع الأمني والاستقرار السياسي كي يستطيع العراق أن يقدم حالة من الإنتاج الصناعي والزراعي وغيرها ويتمكن من عمليات التبادل التجاري وفق الاتفاقية التي يوقعها مع منظمة التجارة الدولية من حيث تنظيم عمليات الجمارك والضرائب وغير ذلك. قاطع قليلا، السؤال هنا إذا كان العراق يعتمد بنسبة 95% على الإيرادات النفطية وتم إهمال الجوانب الصناعية والزراعية والتجارية على مختلف القطاعات، ما الذي سيستفيده من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إذا لم تكن هناك صناعة محلية ولا حتى الاهتمام بالزراعة؟ في اعتقادي هذا الإعلان أن العراق منذ 2004 قدم طلباً للانضمام إلى هذه المنظمة، ولكن الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية اللي مر بها
لم تكن مشجعة لقبوله في هذه المنظمة. طيب. ولكن حالياً لها هدفان أساسيان: أن تعمل الحكومة على وضع وعود للشارع العراقي الذي يتحفز في الظرف الحالي في اعتقادي إلى حتى نهاية 2024 أن الخدمات بكل أشكالها ومستوى المعيشة للفرد العراقي وازدياد نسب البطالة والفقر، لاحظ، كلها عوامل قد تؤدي إلى الانتفاض ضد مشاريع السلطة الوهمية بالأحرى أو الوعود، ومنها هذا الوعد الذي يحاول تزيين ما يمتلكه من إمكانيات لتمرير الفترة الزمنية القادمة حقيقة دون الاكتراث بالنتائج الحقيقية اللي ممكن أن تضعها منظمة التجارة العالمية من شروط قد تكون قاسية ولا تمتلك السلطة من 2003 ولغاية الآن من الإيفاء بواحدة منها، سواء على الصعيد الأمني. طيب. أو السياسي أو الاقتصادي. صباح. نعم دكتور صباح، هنا السؤال، يعني إذا انضم العراق لمنظمة التجارة الدولية، هل هناك تسهيلات معينة ستفتح أو تفتح الأبواب أمام التجارة العراقية؟ يعني بالمقابل، هل هناك موانع لإزدهار التجارة العراقية في الوقت الحالي بعدم انضمام العراق إليها؟ من الصعب جدا في اعتقادي أن تزدهر حركة التجارة والاقتصاد العراقي، أول جانب أساسي منذ 2003 وحتى في الدستور مؤكد بالعمل على حرية السوق وإعطاء القطاع الخاص فرصه الكاملة في بناء الاقتصاد العراقي والمشاركة به. نعم. ولكن الفساد المعشعش في مفاصل الدولة لا يسمح للقطاع الخاص بالنمو على حساب القطاع العام. ليش؟ لأن القطاع العام هو المصدر الأساسي الممول للفساد. نعم. وكثيرا من القوى السياسية التي تعتمد أن يبقى القطاع العام والإيرادات التي يتحكم بها تحت سيطرته، ولذلك نلاحظ أولى الشروط الأساسية لمنظمة التجارة العالمية هو إعطاء الفرصة لحرية السوق، وهذا غير موجود بالعراق. جانب آخر، كيف تتطور التجارة بالعراق وأنه يستورد من مناشئ غير جيدة لسلع قد تكون غير مطابقة لمواصفات كثيرة، وانعدام عملية الرقابة الحقيقية، ولا تمتلك الدولة السيطرة على التجارة الحالية منذ 2003 ولغاية الآن بوجود شروط أساسية وجوهرية بما يخدم المواطن العراقي. هنا دكتور، أيضا الحكومة ربما ترى في انضمامها لمنظمة التجارة العالمية أنها تكسب ثقة المستثمرين سواء على الجانب المحلي أو على الجانب الدولي، هل يمكن أن يكون انضمام العراق إلى منظمة التجارة جالب للاستثمارات المحلية أو الدولية؟ في اعتقادي حتى لو لم ينضم العراق إلى المنظمة، هو ما زال لغاية الآن لا يمتلك الشروط الجوهرية لعملية جذب الاستثمارات المحلية والخارجية حتى المحلية. يعني نلاحظ أغلبية العاملين في مجال الاستثمار بالعراق داخليا وخارجيا لا يمتلكون الثقة العالية بما هو بالبيئة الخاصة بالاستثمار من الناحية الأمنية، وكذلك أيضا الشروط، وكذلك أيضا ضغوط الفساد بكل أشكاله في المشاركة أو عمليات الاختناص للمستثمرين من حيث العقود وطبيعتها وشروطها. ولذلك نلاحظ أن بعض الشركات بدأت تهرب، مثل شركة شيل اللاحظة التي توقفت وخرجت عن المشروع الكبير جدا للكيماويات في البصرة. لماذا؟
هناك بعض الضغوط الكبيرة التي مورست في التوقيع على الاتفاقية لعمليات التنفيذ لهذا المشروع بوجود حالة من حالات الفساد أشار لها السوداني أيضا. لذلك نلاحظ صعب جدا العراق أنه بمجرد انضمامه يعمل على جذب رساميل الاستثمار، وهذا أيضا بنفس الوقت نلاحظ الوقع العملية الجوهرية والأساسية لم تفي بالشروط، العراق لم يستطع الإيفاء بالشروط في محاربة الفساد وغيره. من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح اللو، شكرا لكم على هذه المداخلة.